بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، لعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. نتحدث الليلة عن قيمة مهمة جدا، قيمة مجاهدة النفس. ويسرنا في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الدكتور خالد بن عيد الجريسي، رئيس قسم الشريعة سابقا بجامعة أم القرى. أهلا ومرحبا بكم دكتور. حياكم الله أبا هشام. مرحبا، حياكم الله بكم وبالمشاهدين الكرام. أهلا ومرحبا بكم. كذلك نرحب بكم مشاهدين الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى. حياكم الله مجددا دكتور خالد. ونحن نتحدث اليوم عن مجاهدة النفس، ونحن الآن في استقبال العشر من ذي الحجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يبارك ويتقبل إن شاء الله منا هذه الأيام. ما المقصود بمجاهدة النفس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. ثم أما بعد، فأرحب أيضا بك يا أبا هشام، وأرحب بالإخوة جميعا المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لأن نقول ما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن ينتفع به السامع والمتكلم من قبل. آمين. الله جل وعلا لما خلق الإنسان لركب فيه هذه النفس، وهذه النفس إذا الأصل فيها أنها أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ولذا فإن الإنسان لابد له من مجاهدة هذه النفس، وإلا أخذته إلى المهاوي. من هنا كان هذا المصطلح مجاهدة النفس كان مصطلحا شائعا عند السلف رحمهم الله، وهو في أصله الجهاد، والجهاد والجهد، الجهد هو مشقة، ولذا يقول أجهدت نفسي، فأي أنها قد أجهدت وحصلت لها مشقة. والجهد يكون هو الطاقة، والاجتهاد لذلك الاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة. فالإنسان إذا أجهد نفسه في شيء وأتعبها فقد جاهدها. والله جل وعلا قال وجاهدوا في الله حق جهاده، ولذا الإنسان ينبغي له أن يتعب نفسه. والنفس قيل هي الروح، قيل هي البدن، قيل تطلق على الإنسان بأكمله، وإنما المقصود هنا ما قال الله جل وعلا عنه في كتابه الكريم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنما نقصد هذه النفس التي إذا زكاها المرء نال الفلاح، وإذا المرء قد دساها بالمعاصي وغفل عن تزكيتها فإنه قد هلك وباد. فإذا مجاهدة النفس هي كما يقول بعض العلماء هي قطع النفس عن الشهوات، ونزع القلب عما يضر بهذه النفس وعن شهواتها، أو فطام النفس هذه عن الشهوات. هذا هو جهاد النفس، هو الجهاد الذي ينتصر به المرء على نفسه ليكون مستطيعا للتقدم في مراتب الخير والفلاح. نعم، بارك الله فيكم يا شيخ. يعني فعلا الحديث عن مجاهدة النفس وخاصة يعني في هذه الأيام شيء عظيم. وقد يسأل سائل، طيب لماذا الحديث عن مجاهدة النفس وهو يعني في أصله أنه مشقة على صحيح على صاحبه؟ فلماذا اليوم نتحدث اليوم عن مجاهدة النفس وما يوصله ذلك إلى أجر عظيم بإذن الله؟ الحديث عن مجاهدة النفس لأن الإنسان لم يجاهد إما أن يكون غازيا وإما أن يكون قد غزي، ولذلك إن لم يجاهد نفسه فإن نفسه تغزوه وتهلكه. ولذا قيل الهوى سمي بأنه هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار وإلى الردى. المرء له أعداء، نفسه هذه نفسه عدو، الشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وكذلك النفس والشيطان والهوى. وإن مغالبة الهوى تكون بالعقل، إذا حكم الإنسان عقله واستعان بالله جل وعلا فإنه يبصر الأمور ويعرف ما فيه الردى ما فيه الرشد.
والشيطان إنما الإنسان يجاهده بمعونة الله جل وعلا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فاستعاذ المرء بربه فإنه يقوى على هذا الشيطان. المصيبة الكبرى هذه النفس. يعني بعض السلف يقول جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي. هذه النفس إن لم يجاهدها المرء فإنه سيهلك. ولذا لما سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن الجهاد قال ابدأ بنفسك فجاهدها، ابدأ بنفسك فاغزها. وهكذا نقل عبد الله مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فالحديث عن جهاد النفس لأن المرء إن لم يجاهد نفسه فإنه بلا ريب سيهلك، لأن هذه النفس ستورد المرء إلى المهالك. والمرء إن لم يفطمها عما يضر بها فإنها أمارة بالسوء. ولذا فالنفس إما أن تكون أمارة بالسوء، وإما أن تكون لوامة، وإما أن تكون مطمئنة. وهذه النفس المطمئنة لا تحصل إلا لقلة من عباد الله كما يقول العلماء، أو إن صح التعبير بعد مجاهدة حتى ترتقي هذه النفس. وإلا لو ترك المرء نفسه على أصلها فإنها ستكون أمارة له بالسوء. وتأتي النفس اللوامة التي تحب الخير، فما سعدت به النفس نفس السوء الأمارة بالسوء شقيت به النفس المطمئنة واللوامة، وما اطمأنت به النفس المطمئنة واللوامة شقيت به النفس الأمارة بالسوء. فالمرء في جهاد حتى يلقى ربه جل وعلا، فإنه لن يكون من المفلحين، ولن يكون من الفائزين، ولن يكون ممن يعان على الأخلاق الطيبة ولا الصالحة إلا إذا كان مجاهدا لنفسه. لما ذكر ابن القيم رحمه الله مجاهدة النفس لما تكلم عن الجهاد وجهاد المشركين ومقاتلة المشركين ومقارعتهم بالسيوف والسنان، وانتهى من الأدلة الواردة قال مجاهدة النفس، فإن المرأة لا يمكنه أن يجاهد عدوه إلا يجاهد نفسه. فالأصل إن لم ينتصر الإنسان على نفسه لا يمكنه أن يجاهد عدوه، ولا يمكن أن تصلح هذه النفس. والأمثلة كثيرة جدا يعني في جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله. لا يمكن الإنسان يكون صالحا. الله تعالى في القرآن قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة إن الحمد لله خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال علماء رحمهم الله قدم شرور النفس على سيئات الأعمال لأن سيئات الأعمال فرع عن شرور النفس. فإذا كانت النفس ذات شر فإن العمل سيكون سيئا بلا ريب. لا يمكن يعني النخل لا تنبت إلا في مغارسها، ولذلك لا يمكن للأخلاق الفاضلة للعلم للعمل الصالح أن ينبت في نفس سيئة. فأول ما يحتاجه المرء أن يصلح نفسه وأن يعالجها. فابدأ بنفسك فانع عن غيها. المرء يبدأ بنفسه حتى يكون منتصرا عليها، عند ذلك تكون مؤهلة للوصول للمراتب العليا. ولا يمكن المرء يعني الله عز وجل مدح الربانيين، ولا يمكن المرء أن يكون ربانيا كما يقول ابن القيم رحمه الله إلا إذا تعلم العلم. يعني لا يمكن الإنسان يكون مجاهدا حق المجاهدة إلا بأربعة مراتب. يعني هذا نقول الآن للإخوة المشاهدين للسادة المشاهدين، الآن من يريد أن يصل إلى مرتبة إنه مجاهدة النفس والربانية والربانية وأن يكون عظيما وأن يوصف بالصفات الكاملة في القرآن الكريم، هو بحاجة إلى أربعة مراتب. جميل. أن يجاهد نفسه على تعلم الهدى والرشاد. يعني كيف الإنسان يجاهد نفسه وهو لا يعلم طريق الغي من طريق الرشد؟ على ماذا يجاهدها؟ هذا إنسان يرجو المعالي فإنه يطمح إليها. الذي لا يعرف المعالي كيف يصل إليها؟ هو أصلا لا يعرف طريقها. ولذا المرء الذي يريد المعالي أولا يبدو أن يعرفها، فيجاهد نفسه على الهدى والرشاد فيتعلم العلم، يعرف الفضائل الأمور فضائل الأعمال، يعرف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في كتاب الله تعالى. ثم إنه يجاهد نفسه على العمل، يجاهد نفسه على العمل حتى يعمل بهذا العلم. ثم يجاهد نفسه على تعليم العلم. فمن تعلم وعمل ولم يعلم لم يكن ربانيا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون. فلابد أن يتعلم ويعلم ويعمل ويعلم.
ثم إنه يجاهد نفسه على الصبر في ذات الله عز وجل وفي تعليم هذا العلم وفي إصاله للخلق. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن لم تحصل هذه المراتب الأربعة فإن مجاهدة النفس تكون ضعيفة. فالذي عنده خلل في العلم ما جاهد نفسه حق الجهاد، الذي عنده خلل في العمل ما جاهد نفسه حق الجهاد، الذي عنده نقص في التعليم ما جاهد نفسه حق الجهاد، الذي عنده نقص في الصبر فإنه ما جاهد حق نفسه حق الجهاد. وأختم بكلمة عن أهمية المجاهدة، أن لو تأملنا القرآن الكريم نجد أن الجزاء لأهل الجنة بما صبرتم بما كنتم تعملون. الصبر على ماذا إذن كان؟ وكان على مجاهدة نفسه، على العمل الصالح، على ما يقرب الله جل وعلا. فالحقيقة إن لم تجاهد فإنك مغزو من عدوك ومن نفسك، فإن لم تجاهد وتكون غازيا فإنك قد غزيت. ولن تفلح إن لم تكن مجاهدا لنفسك. وأن ذكرت العشر مثلا، لن يعاني المرء على الخير فيها إن لم يكن مجاهدا لنفسه وقاطعا لها عن مألوفها. نعم جميل. ونحن الآن يعني في يعني استقبال هذه الأيام المباركة، كثير منا من يقول يعني أنه سأفعل وأعمل ولكن يأتي التطبيق العملي لا يلتزم بذلك. صحيح صحيح. وسبب أن أنا نستسهل المعالي ونتصور أن المعالي ممكن تحصل من غير مجاهدة، يعني من تصور أن المعالي تحصل من غير مجاهدة ما عرف سنة الله في خلقه. لما خلق الله جل وعلا الجنة فجبرائيل عليه الصلاة والسلام نظر إليها قال والملائكة وعزتك قال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم لما رأوا النار قالوا وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا فر منها وهرب. ثم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فلما نظروا إليها قالوا وعزتك وجلالك لا يدخلها أحد وتلك النار لا ينجو منها أحد. فالحقيقة التي يجب أن نعلمها أنه لا طريق للجنة إلا من بوابة المجاهدة. الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وجاهدوا في الله حق جهاده ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. هذه الحقيقة التي يجب أن يعرفها المرء. لذلك المرء يتصور أنه في العشر سيعان على طاعة الله جل وعلا دون مجاهدة منه لنفسه ودون نظر في أطر لنفسه على الخير وعلى الحق، فإنه لا يمكنه ذلك. ولذا المرء النفس كما قال العلماء إن لم تأطرها على الحق أطرا فإنها تتفلت منك، فإنها أشد تفلتا من الخيل. الخيل هذه إذا ترك لها اللجام فإنها تتفلت، هذه النفس أشد تفلتا. فلن يعان المرء بعد توفيق الله جل وعلا إلا بمجاهدة يجاهد بها نفسه. يعني المجاهدة يا أبا هشام ليست خيارا، هي إما أن تجاهد فتظفر وتكون من المتقين الربانيين، وإما أن لا تجاهد فيكون المرء من البطالين، فهي ليست خيار، يعني ما هي خيار. وأشرت دكتور إلى نقطة جميلة، أن الإنسان يجاهد نفسه في فعل الطاعات أو يجاهد نفسه في ترك السيئات. صحيح, صحيح. أو الذنوب في هذه الأيام وفي غيرها من أيام العام. نعم. نعم. وهذا سيأتي ربما في سنفصله إن شاء الله. نعم. في هذه الحلقة يعني في مجالات المجاهدة، الإنسان المجاهد تقوم على أمرين لابد منهم. نعم. حتى بس نشوق الأخوة والأخوات. نستأذنكم شيخنا في هذا الفاصل القصير مشاهدين الكرام، ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إلى قيم
الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قيمنا، نتناول اليوم قيمة مجاهدة النفس، ونرحب مجددا بضيفنا الدكتور خالد الجريسي. حياكم الله دكتور خالد. حياكم الله يا شيخ. واستمعنا إلى هذه الآيات الكريمة في هذا الفاصل، وتحدث عن أهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الأعمال. منها ننتقل إلى الحديث عن التأصيل الشرعي لمجاهدة النفس في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم على رسول الله. ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. الذي خلق الإنسان والذي ركبه يعلم بما يصلحه، ولذلك لا سبيل لإصلاح النفس إلا من طريق الوحي. ولما خلقت هذه النفس وهي في أصلها أمارة بالسوء، الذي خلق سبحانه وتعالى جعل الدواء والشفاء لبني آدم ولهذه النفس التي هي أمارة بالسوء، فكان صلاحها من كتاب الله جل وعلا، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من رام صلاح نفسه ومجاهدة نفسه بغير الكتاب والسنة فإنه ربما يشتغل بعرض لا يصل إلى حقيقة إصلاحها. فبعض الناس ربما يشتغل بإصلاح نفسه ببعض الأوراد أو الأشياء التي لم تأتي بالشريعة، فهذا في الحقيقة لم يقصد إلى مجاهدة النفس الحقيقية. ولذا يتأملنا في كتاب الله تعالى، جاء قول الله جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده. فسر بعض العلماء أي جاهدوا أنفسكم، هذا هو الأصل فيها. والله جل وعلا قال: أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وثم ذكر سبحانه وتعالى قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لذا قال علماء رحمهم الله: من أول صلاح النفس ومجاهدة النفس أن يحاسب المرء نفسه، وهذا من كتاب الله جل وعلا. والله جل وعلا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان لا يمكن أن يعانى وأن يوفق إلا إذا كان مجاهدا لهذه النفس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو إمام المتقين قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، وهذا قاله عليه الصلاة والسلام لما سئل حيث أبي ذر عن الجهاد، قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لساني ويدي، والمجاهد من جاهد نفسه. وهذا حديث صححه جماعة من العلماء: المجاهد من جاهد نفسه. فهذه هذا المجاهدة للنفس جاءت في كتاب الله تعالى، وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولفظ يأتي التأكيد عليه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا يمكن أن يكون من فواضل الأمور ومن المستحبات، بل هو من آكد الأمور ومن أصلها. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل حتى تفطرت قدمه، فقال له عائشة: يا رسول الله وأنت رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقاله بلال كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هل تتصور أن القيام من الليل حتى تفطر القدم أنه أمر ليس بالشاق؟ لا شك ولا ريب أنه أمر شاق، لكن المرء إذا أراد المعالي صبر عليها وجاهد في ذات الله. ولذا كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو إمام المجاهدين، إمام المجاهدين في جهاد أعداء الله، وإمام المجاهدين في جهاد النفس. فقد تعلمنا منه صلى الله عليه وسلم جهاد النفس، الصبر على الجوع، الصبر على كيف لما خرج الصحابة رضي الله عنهم في الظهيرة أبو بكر وعمر ما أخرجهم إلا الجوع، وربطوا على بطونهم حجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن بطني فإذا عليها قد ربطها بحجرين. قال: ما أخرجكم هذه الساعة الجوع؟ قال: ما أخرجني إلا الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لو أراد الدنيا لجاءت، ودخلت عليه الدنيا مرارا وهو صلى الله عليه وسلم يخرجها ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. إنما يجاهد صلى الله عليه وسلم نفسه على ما يرضي ربه جل وعلا، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه الدنيا والشهوات هي عدو الآخرة. يعني هي النفس لها عدو وعداء، كما ذكرنا المرء له عداء: الهوى والنفس والشيطان. الدنيا هذه والآخرة هما متضادتان، فإذا عظمت الآخرة صغرت الدنيا، وإذا عظمت الدنيا الآخرة ضعفت في قلب العبد وصغرت عنده. ولذا لا يعان المرء على معرفة حقارة الدنيا إلا بتعظيم الآخرة. وتلحظ في القرآن الكريم
دوما إذا ذكرت الدنيا تذكر الآخرة، وإن الآخرة لهي الحيوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآخرة خير وأبقى، تذكر مع الدنيا دوما كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الآخرة هي المربح، هي الفوز، هي النجاح. ولذا لما دخل الفاروق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قد نام وقد أثر الحصير في جنبه، فدمعت عينه إذا رفع بصره فلم يرد بصره شيئا إلا أنه رأى شيئا من شعير، صاعا من شعير، ورأى أثر الحصير على جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بك يا عمر؟ قال: أنت رسول الله وكسرى وقيصر على ما هم عليه، هم فيما هم فيه، يعني هم على الكفر وهم فيما فيهم من النعيم. قال: وفي شك أنت يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ الذي يعقل هذه الحقائق ويعرف قيمة الدنيا وقيمة الآخرة، وهذا الذي وفق على مجاهدة النفس ويعلم. وكما ذكرتم دكتور، يعني فعلا المتأمل في آيات الله تبارك وتعالى وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن هناك يعني مجاهدة دائما في حالة مستمرة، لأن النفس أحيانا ليس من المرة الأولى يعني قد يعني ينجح في التغلب على نفسه أو الاعتياد على عمل أو ترك ذنب. النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل كما يقول حذيفة، قال فافتتح البقرة وتركها عند المئة ثم المئتين حتى فرغ منها، ثم افتتح النساء قبل العرض الأخيرة، قال قلت يركع بعد المئة حتى انتهى من النساء، ثم شرع في سورة آل عمران. هذا كله يصليه صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة. هذا لا شك أنه من تمام المجاهدة في عبادة الله جل وعلا. وابن مسعود يقول: حتى هممت بأمر سوء أن أنفتل وأن أترك النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس ينظر إلى كمال بعض الأئمة فيتصور أن هذا الكمال وصل من غير مجاهدة. هذا ثابت البناني يقول: جاهدت نفسي على الصلاة 20 سنة فتلذذت بها 20 سنة. قال حتى يقول: حببت لي حتى كان يقول: اللهم إن كنت تعطي أحد الصلاة في قبري فارزقني الصلاة في قبري. وسفيان يقول: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي. وبعضهم يقول: ما جاهدت نفسي، يعني ما جاهدت شيئا كنفسي. فإن أعظم ما تجاهد المرء هو النفس، ويحتاج المرء بعد ذلك أن يعنى بنفسه وأن يجاهدها حق المجاهدة حتى تصل للمراتب العليا. ولن تجد كاملا، إن رأيت عالما ثق أنه قد تعب في طلب العلم تعبا شديدا. أنت إنما تبصر أحاديثه وتقرأ في صحيح البخاري عن هشام بن عمار، هشام بن عمار ألا تدري ما صنع هشام؟ هشام أبوه باع بيته وأعطاه 100,000 درهم وقال: لا ترجع إلى 100,000 حديث ويأتي المدينة يا إمام مالك رحمه الله. وله قصة مشهورة مع الإمام مالك رحمه الله، لما راد الإمام مالك فجلد، وجلد 15 صوت، فرق له الإمام مالك بعد ذلك وهو صبي صغير، فقال: ما يرضيك أن أحدثك عن كل صوت بحديث؟ فحدثه، فلما فرق قال: يا إمام زدني صوتا وزدني حديثا. ثم بعد ذلك يكون إمام الدنيا لأنه صبر على مثل هذا. أحد الأئمة أتى إلى درس شيخه، ونحن لما نقرأ في سيراته نتصور أن هذا الإمام نال العلم من غير تعب، ولا نتصور التعب، نحن نتصور فقط كأنه كرامة من الله جل وعلا. يعني حتى ابن تيمية مثلا رحمه الله بعضهم يصفه بأن العلم الذي ناله كرامة، كرامة لكن لها أسباب، فإنه كان يراجع في الآية 100 تفسير رحمه الله. هذا الإمام أتى إلى درس شيخه أحد الأئمة طلبة العلم، وكان عنده في الحلقة، فوصل للدرس وإذا بثيابه قد ابتلت، ولما ابتلت الثياب وجد في نفسه حرجا لأنه في مطر، فقاله شيخه لما رأى قال: هون عليك، فإني قد أتيت إلى شيخي وكنت أختلف إليه. قال: فقلت سأبكر، فلما أتيت إلى الشيخ لأبكر وجدت أن القرية قد أغلقت أبوابها، فإذا سرب مثل النفق أردت أن أدخل معه. قال: فدخلت معه فضاق بي، فلما استطع الرجوع فدخلت حتى ذهب في بعض المواضع الجلد، وبعضها قد ذهب اللحم حتى بدأ العظم. قال: فلما أتيت إلى شيخي ورأى ما فيه ورأى ما الأثر الذي جاءني، قال: ترك ما كان يدن يملينا فأملانا أول ما أملانا، قال: دببت للمجد والساعون قد بلغوا نحو الإياس وألقوا دونه الأزرة، لا تحسب المجد تمرا أن تأكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الله، لن يبلغ المرء لأي مجد حتى يلعق الصابر المجاهدة. المجاهدة هذه مرارة مرة،
لا يمكن أن يصل المرء إلى مرتبة إلا بها، فهي أس كل نجاح وكل فوز. نعم، بارك الله فيكم. حقيقة يعني حديث جميل، ولو يعني أخذنا الحلقة كاملة عن الحديث في أهمية مجاهدة النفس وتناول الكتاب والسنة في هذا الجانب، وحتى قصص السلف كما ذكرت دكتور، لكن دعنا نتناول الآن مجالات المجاهدة. قد يعني يقول الآن مجاهدة النفس، لكن بما أجاهد النفس؟ المجاهدة، أحسنت يا أبا هشام، المجاهدة قائمة على أمرين: أن يجاهد المرء نفسه على فعل الطاعات، وأن يجاهد نفسه على ترك المحرمات. وهذا قد أفلح من زكاها بالصالحات، وقد خاب من دساها بالسيئات. فإذا أراد المرء فلاحا فليجاهد نفسه على فعل الطاعات، وليمنع نفسه من فعل المحرمات والسيئات. هذا أس المجاهدة. فمثلا إذا أردنا أن نأخذ في مجاهدة في الطاعات، من أول الطاعات والتي أنت أشرت إليها فيما تولي في الفاصل من الأمر بالإخلاص لله جل وعلا، إن أعظم مجاهدة يجاهد بها المرء أن يجاهد نيته. ربما يتصور المرء أن الإخلاص لله جل وعلا شيء ميسور. الإخلاص هذا أشق شيء على النفوس، وإن أول جهاد ينبغي المرء أن يجاهد به نفسه وأن يجاهد نيته. ولذا قال سفيان: ما عالجت شيئا كمعالجة نيتي. الله. النية هذه أصعب ما تعالجه، لأن الإنسان بطبيعته، أنا وأنت والمشاهد الكريم، نحب الثناء والمدح. ما في أحد ما يحب الثناء والمدح، ولذا يعسر على المرء أن يفعل عملا خالصا لله جل وعلا، ما يطلع عليه أحد ويكون مكتوما، إنما يرغب إذا أنفق نفقة أن تعرف ليكون كريما، وإذا فعل فعلا يعرف ليكون مجيدا. لكنه إنما يمنعه من ذلك كله أنه يستحضر أنه إن فعل ذلك أحبط عمله، وأن الله تعالى قد قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذا المرء أو أصعب ما يعالجه وأول ما يعالجه النية. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يقال له: طلبت العلم لله؟ ها سؤال. يعني كنا نتصور الإمام أحمد رحمه الله من أئمة السلف كأبي حنيفة ومالك والشافعي، أن هؤلاء إنما طلبوا العلم لله عز وجل. قال: أما لله فشيء عزيز. هذا شيء لا أدعيه لله، ولكن شيء هوته نفسي فتبعته. أن يجاهد المرء نيته. ولذا كان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نقول في دعائنا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، لدقة ذلك. وقد جاء في الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء، إنه أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ليلة ظلماء. يا أبا هشام، هذه النية، هذه النية معالجتها والإخلاص لله جل وعلا هو أساس المجاهدة في سبيل الله جل وعلا، وأساس المجاهدة للنفس. من لم يجاهد نيته فإنه لن يعان على شيء. وإن أعظم ما يعين على مجاهدة النية الفاسدة أن يستحضر المرء عظمة الرب وهوان الناس. الناس كما يقول ابن القيم رحمه الله: يجعلهم كسواري المسجد، هؤلاء لا ينفعونك بشيء ولا يضرونك، ومادحهم اليوم هو ذامك غدا، وذامك اليوم ما كان مادحك غدا. وإنما المرء يعظم ربه جل وعلا وينظر إلى مولاه سبحانه وتعالى. أستأذنك شيخنا في سؤال الضابط، يعني ما بين الإنسان اللي عنده إخلاص لله سبحانه وتعالى ويحرص أنه، وما بين أنه يكون في عنده زيادة في ذلك فيخشى أنه يتصدق حتى لا يقال عنه كريم. نعم، مثل العلماء يقولون: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس هذا أيضا شرك. فالإنسان أن يترك العمل لأجل الناس هذا من المصائب الكبرى. هو إذا عمل الناس رياء أن تصدق لأجله وتتركه لأجلهم، هذا أيضا مراعاة للناس. قلنا: الناس لا ترتفت إليهم، افعل لأجل الله واترك لأجل الله جل وعلا. ولا بأس إذا علم الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من سرته حسناته وساءته وسيئته فهو مؤمن. والمرء إذا اطلع على حسناته فذكر بها تلك من عاجل البشرى، وإذا ذكر بلسان صدق عند الناس وعند الآخرين هذا من فضل الله جل وعلا. وسأل أنبياء الله أن يكون لهم لسان صدق في الآخرين. والله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. لكن الباعث المرء يكون لله جل وعلا. وثق أن النية إذا جاهدها المرء
فإن مجاهدته لنا بما بعد النية يكون أيسر بإذن الله جل وعلا. نعم بإذن الله تعالى. نواصل إن شاء الله حديثنا في هذه المجالات بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام، فانتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. بارك الله فيكم. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. فلو قد ذقت من حلواه طعما لأثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لأثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا، ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظب وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله أخذت، وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة نتناول فيها قيمة المجاهدة. نرحب مجددا بالدكتور خالد الجريسي، حياكم الله. حياكم الله دكتور. وسمعنا في الفاصل هذه النشيد الجميل حول طلب العلم، يعني حتى يعني موضوع مجاهدة النفس في طلب العلم هذا من الأمور ومن الأبواب العظيمة لكثير من طلبة العلم، يعني يقف ثم يكمل ثم يريد أن يستمر في طلبه للعلم ويجاهد نفسه في ذلك. لا أن ترى يقول وقلب الذي يهوى العلا يتقلب. نعم. فالذي يهوى العلا يتقلب قلبه، وتجد أن المرء وطالب العلم الذي عنده همة عليا يتقلب، مرة يريد هذا ثم يريد ذاك، وفي النهاية لا يصل لا إلى ذا ولا إلى ذاك. ولا شك أن طلب العلم من العبادات الجليلة تحتاج إلى مجاهدة، أول مجاهدة في النية، ولا ليس بأن يقال قد ترأست، إنما يحتاج إلى مجاهدة في النية ويحتاج إلى مجاهدة في طلبه. وذكرنا نحن في أول لقاء أن المرء لا يكون ربانيا ولا يكون مجاهدا حق المجاهدة إلا إذا بدأ مجاهدتي عن طريق العلم والهدى والرشاد. فليعلم المرء أن أول طريق في المجاهدة أن يطلب العلم، وهذه طلب العلم يحتاج إلى مجاهدة. فالمرء مثلا الذي يستمع إلى هذا اللقاء وهو يشاهده جاهد نفسه للاستماع، فإن من الناس من شغل بمشاهدة ما يضره. نعم. ومن الناس من شغل بأكل أو طهي أو طعام أو شراب أو شغل مباح من المباحات، ومن من شغل معصية يتبعها نفسه وهواه، إنما هو يعطر نفسه على تعلم العلم.
فإن العلم لا شك لا يمكن أن ينال براحة الجسد. ولذلك الإمام مسلم رحمه الله لما روى حديث المواقيت في الصلاة وساقها بأسانيدها ثم قال: وقال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد. فالعلم لا يمكن أن ينال براحة الجسد، فإن طالب العلم يحتاج إلى مجاهدة حتى يصل. وقد قال بعض العلماء: رأى الله تعالى اصفرار وجوههم في طلب العلم ورأى نصبهم فأخلفهم بذلك العلم. لا ينال العلم براحة الجسد، ولا يمكن لطالب علم أن ينال علما إلا بالصبر والمصابرة. والسلف أمثلتهم بذلك أكثر من أن تعد، أكثر من أن تعد وتحصى. طب دكتور، لو أردنا ابن تعذري فقط ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، نعم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وترجمان القرآن وحبر هذه الأمة رضي الله عنه وارضاه. ابن عباس أصبح يبيت عند باب زيد رضي الله عنه وارضاه، وينام في الظهيرة يقيل عند باب زيد، وحتى يخرج زيد فيقول: لو انتظرت أن أتيك ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ بخطام ناقاته ثم يقول: هكذا أمرنا أن نعمل مع علمائنا، ويصب الماء على عمر ويسأله وينتظر أن يسأله سؤالا. هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم. وكيف يتحسر عمر رضي الله عنه أن الصفق والأسواق ألها عن سماع بعض السنن. لا يمكن أن ينال العلم إلا بالتعب، إلا بالجهد، بثني الركب عند العلماء، بالصبر. والله تعالى قال: اصبروا وصابروا ورابطوا. فطلب العلم هذه سيرة السلف. لن تجد عالما إلا وقد افتقر، باع جذع بيته، أكل بعضهم سف التراب، بعضهم أكل الطعام نيا، بعضهم طبخ طعامه وتركه، سافروا، ذاقوا الجوع، بال بعضهم الدم، حصل لهم العناء والنصب حتى شارفوا على الهلاك. كل هذا قصص مذكورة في سيارهم رحمه الله. نعم، بارك الله فيكم. أنا كنت بسأل الدكتور أنه في ناس يعني يتعامل مع بالأعذار، كل شيء يقول: والله الآن العمل، الأسرة، الأولاد، ما في وقت عندي. كيف يتعامل الإنسان سواء كان طالب العلم أو عموما أي إنسان؟ هو هذا اللقاء وهذه الحلقة لمعالجة هذا. نعم. يعني هذا يا شيخ، هذا هو داء ترك المجاهدة. الداء الآن، الداء عندنا أن النفس تترك على هواها، والدواء هو مجاهدة النفس. هذا اللي ذكرت يا أبا هشام من الأعذار، هذه أعذار البطالين، كلنا نعتذر بذلك. لكن المرء إذا صدق فإن الله تعالى سيعينه. قال عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق، وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. عندنا كم من العلماء في زمان المعاصر درسوا في تخصصات طبية وهندسة، وعندهم أشغال وعندهم أسر وعندهم أعمال. والعلماء الأئمة من قبل، منهم البزاز، منهم النجار، يكتسبون ولهم أعمال، ومع ذلك أصبحوا علماء. يعني ما يقع عن الشافعي رحمه الله: لو كلفت شراء بصرة ما علمت مسألة. هذا المقصود به عدم الانشغال في أثناء الطلب، لكن المرء ينبغي له أن يجاهد. إذا ركى المرء، هي قلت لك من قبل، هي إما أن تجاهد فتفوز، وإما أن لا تجاهد فتكون في القاع. يعني هي لا تقبل هذه الأعذار، دلالة على ضعف المجاهدة. المرء سيجد يعني يجاهد نفسه، إن كان عمله مثلا الساعة السابعة، عنده من صلاة الفجر إلى الساعة السابعة 3 ساعات وساعتان. نعم. وإذا كان عمله ينتهي في النهار، عنده العصر والليل. وإذا كان المرء يشتكي مثلا في الصلاة، مثلا يقول: انتهي من هذا العمل وذاك العمل، حتى يؤذن ثم تقام ثم يفرغ منها. وكل ذلك بعدم المجاهدة. القيام من الفراش يحتاج إلى مجاهدة. عند سماع النداء القيام من المجلس اللذيذ الذي يدار به الأحاديث يحتاج إلى مجاهدة. نعم. إن أكلك للقمة يحتاج إلى مجاهدة حتى ترفع اليد، لكن لما كانت الشهوة قوية وغالبة تحملت هذا العناء والتعب فرفعت اليد وأكلت. لن تعمل عملا إلا بمجاهدة. حتى السارق يجاهد. نعم. وكل إنسان لن يعلم مجاهدة، يفكر ويخطط، يفكر ويخطط ويرسم ويحاول مرة ويراقب. نعم. مرة ومرتين. فما في إمرأة يصل لمرادي من غير مجاهدة. يعني قلت لك المجاهدة ليست خيارا، يعني إما أن تجاهد وإما أن تسقط. والسقوط نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا في رذاء الأخلاق، وفي الآخرة في جهنم، نعوذ بالله من النار. آمين آمين. ونحن نتحدث الآن دكتور عن المجاهدة في العبادات، لعلنا نقف يعني مع الآن ونحن مقبلين على الأيام العشر نتناول فضلها، لأن الإنسان إذا علم عمل إن شاء الله. صحيح. نعم.
يعني هذا العشر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام باختصار هي خير أيام الدنيا، والمرء أول ما ينبغي أن يتعلمه أن هذه الأيام فاضلة، ثانيا يجب عليه أن يستشعر أن من نعم الله عليه من الله عليه أن بلغه هذه العشر، فكم من جيرانه وقرابته وأحبابه لم يبلغ هذه العشر. وثالثا يعلم أنه إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فليكثر من قوله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد قال ابن تيمية رحمه الله تأملت الدعاء فإذا أنفعه أن يسأل المرء ربه العون على مرضاته فيقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الأيام فضلها جماعة من العلماء على العشر الأواخر من رمضان، هذه الأيام أيامها أفضل من أيام العشر، وكثير منا إنما يتصور من هذه العشر الصيام فقط، ولا شك أن هذا من الأعمال الصالحة، لكن العمل الصالح في أيامها أفضل من غيره بكل أيام الدنيا. فالصدقة في هذه الأيام خير من الصدقة في رمضان، والصيام خير من الصيام في غير الفرائض، وكذلك الصلاة خير من غيرها. إذا كان المرء يصلي الضحى مثلا يصلي ركعتين فليزد هذه الأيام وليجعلها أربعا أو ستا، إذا كان المرء له ورد من القرآن بجزء أو جزئين فليجعلها أربعة أو خمسة، إذا كان الإنسان يتصدق بريال فليجعلها عشرة، إن كان لا يتصدق فليجعلها صدقة. التسبيح والتهليل والتحميد، إذا كان يسبح مئة ويهلل مئة فليجعلها بالمئات بالألوف، إذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا فليجعلها أضعافا مضاعفة. المهم يجتهد. والمرء إذا فتح له في باب فليلزم، وجميل أن ينوع في الأعمال الصالحة، فإن المرء لا يدري ما العمل الذي يدخله الجنة. أن يرى الله منك تعظيما لهذه الأيام، أن يرى الله جل وعلا منك احتفاء بهذه الأيام، أن تكبر هذا التكبير السنة التي جاءت، فتكبر بأي لفظ كان، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. المهم ألا يراك الله في هذه الأيام إلا محسنا مجاهدا. يعني المرء لو جعل له قيمة مثلا أن يخرج من هذه العشر، نتحدث عن جهاد النفس مثلا، فليجعل هذه العشر تدريب على مجاهدة النفس، يعني يجعلها الآن هو يعلم أن نفسه مثلا يصب عليها الصيام، يجعل هذه العشر فرصة لأطر النفس على الصيام، نفسه يصب عليها ترك مثلا النظر الحرام فليجعل هذه العشر فرصة لترك النظر الحرام، أو صلاة الجماعة والصف الأول، يجعل هذه العشر فرصة للمحافظة على الصف الأول، عنده اضطراب في وردي مع القرآن يجعل هذه العشر فرصة المجاهدة. والمجاهدة ربة، إذا تدرب الإنسان واعتاد بعد ذلك ترتقي نفسه من نفس الأمارة بالسوء النفس اللوامة حتى يمن الله جل وعلا حتى يمن الله عليه فيصل للنفس المطمئنة بفضله سبحانه وتعالى. نستأذنكم قبل أن نواصل إن شاء الله في هذا الفاصل القصير ثم نتابع وإياكم بإذن الله. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. فوائد ومسائل. إذا قرأ الوتر ثلاثا متصلة فهل يرفع يديه إذا قام إلى الثالثة؟ الجواب لا يرفع، لأن السنة الرفع إذا قام من الركعتين بعد التشهد الأول ولا تشهد أول في الوتر بثلاث متصلة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه. وبوب له البخاري باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أي بعد التشهد، فيخرج ما إذا تركه ونهض قائما من السجود. وقال العيني رحمه الله أي هذا باب في بيان رفع المصلي يديه إذا قام من الركعتين، يعني بعد التشهد. وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه حدث في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه
حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الترمذي: حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه. قال الترمذي رحمه الله: ومعنى قوله إذا قام من السجدتين رفع يديه يعني إذا قام من الركعتين. قال النووي رحمه الله: أي التشهد الأول. وهذا التفسير الذي قاله الترمذي مشهور اتفق العلماء عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويسن رفع اليدين إذا قام المصلي من التشهد الأول إلى الثالثة. وقال عبد العظيم آبادي رحمه الله: إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه، أي إذا قام من الركعتين بعد التشهد. والحديث يدل على استحباب رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول. فوائد ومسائل: إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، ونواصل الحديث عن مجاهدة النفس. نرحب بكم دكتور خالد مجددا في هذه الحلقة. تحدثنا قبل الفاصل عن ترك السيئات، وتحدثنا أيضا عن الطاعات والعبادات في هذه العشر من ذي الحجة. لعل أيضا دكتور من مجاهدة النفس أيضا ترك السيئات والمحرمات، وخاصة في هذه الأيام المباركة. لا شك هو المجاهدة قائمة على أمرين، على فعل الطاعات وقائمة على ترك السيئات. نعم. ولذا الدين هو مأمورات ومنهيات، فإما فيجب أن تقوم بالمأمورات وأن تجتنب المنهيات لتصل إلى مرضات الله جل وعلا. وهذا ترك السيئات له صور كثيرة، فمن سيئات القلوب إلى سيئات الجوارح إلى سيئات اللسان، سيئات اليدين، سيئات القدمين. فمثلا الكذب، يعني أول ما ينبغي المرء أن يتركه الكذب، فيجاهد نفسه. ما اعتادت بعض النفوس على الكذب، علفته واعتادته ونشأت عليه وربيت عليه، فكيف يستطيع المرء أن ينخلع من هذا الخلق إن لم يكن مجاهدا لنفسه، إن لم يكن عنده الإصرار وعزيمة على تركه. ولذا الله جل وعلا قال: قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. يقول ابن القيم رحمه الله: ما من داخل ولا خارج إلا وأن يكون مدخله بالصدق ومخرجه بالصدق، أو أن يكون مدخله بالكذب ومخرجه بالكذب. فمن داخل لسوقه إلا ويدخل بصدق، ومن خارج من سوقه لن يخرج بصدق، وإما أن يدخل بكذب بطرا ورياء وزورا وأن يخرج بكذب. فمدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء ومدخل الصدق، ومدخل المنافقين والكفار كان مدخل الكذب بطرا ورياء الناس. هكذا الإنسان حتى يكون مستعينا على نفسه يجب أن يكون مجاهدا لنفسها، فيدخل مدخل الصدق في كل أمر يريده، ويجتنب مدخل الكذب ومدخل الباطل ومدخل الزور. فهذا من معالجة الأمور، كما أن المرء في الطاعات في الإخلاص لله جل وعلا، هنا في السيئات أن يجاهد سيئات القلوب، لأن سيئات القلوب أعظم من سيئات الجوارح باتفاق العلماء. مثلا الكبر، ربما بعض الناس كان ذا مكان أو كان ذا منصب أو جاه، فإن نفسه تزين له الكبر والتعالي عن الناس، ويستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل جنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويروى عن بعض السلف كيف كان يعالج نفسه على الكبر، إذا نفسه أعجبت ربما عمل عملا من الأعمال متواضعة حتى يربي هذه النفس ولتعلم مكانها ولتعرف من هي وما حقيقتها. فإن تزين له بأن هي فلان وهي نفس فلان، وفي الحقيقة هي أضعف من ذلك كله. كذلك الإنسان مثلا الإدمان على أي عادة محرمة، على التدخين، إدمان على التدخين، مخدرات، مع المخدرات، الإدمان على مشاهدة المحرمات، الصور المحرمة، الأفلام المحرمة. هذه العادات إن لم يكن عند المرء مجاهدة نفسه لا يمكن أن ينجو منها. الآن يتصل بك سائل ويقول لك أنا مبتلى مثلا بمشاهدة أو بتدخين أو بسماع، لو قمت تنصح به يا أبا هشام من الصباح إلى المساء
ومن المساء إلى الصباح التالي، ولا يستحضر المجاهدة في نفسه لن تفلح معه. فإن الدواء يبدأ من نفسه، أن يجاهد نفسه بترك هذا المحرم، وإذا كان يجد أن المجاهدة يستعمل أسباب أخرى يبتعد عن أسبابها عن وسائلها. إن سلمة من سلمة وجارتها لا تمر بسلمة وواديها، لكن لا يمكن أن يفلح وأن يعان على ترك معصية من غير مجاهدة. فلا معونة على ترك التدخين أو ترك مشاهدة الحرام أو سماع الحرام، والمرء يستسهل. يعني هي قضية المجاهدة يا أبا هشام كما ذكرنا مرارا، المجاهدة والصبر هي قضية لابد منها وليست خيار بإذن الله. في يعني الدقائق الأخيرة دكتور، ودنا لو نأخذ أسباب أو وسائل غرس هذه القيمة في المسلم نفسه وفي أسرته. لأن مثلا من يسأل كيف طيب يعني الوسائل تعزز في هذه القيمة أو في أبنائي مثلا، يعني هو أول أمر أحسنت، يعني أول أمر نحتاجه أن نعلم منزلة هذه القيمة. يعني العلم هو أساس العمل، وحتى تغرس هذه القيمة في أنفسنا وفي نفوس غيرنا يجب أن نستحضر مكانتها. يعني هذه الحلقة هي جزء من البناء في غرس هذه القيمة. إذا قرأ المرء الآيات الواردة في المجاهدة، وإذا رأى سمع وقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في جهاد النفس، أيضا ما يعين على غرس هذه القيمة قراءة سير السلف الصالح في مجاهدة أنفسهم في كل أبواب، في حرصهم على تكبيرة الإحرام، ويقول أحدهم إذا رأيت الرجل تفوت تكبيرة الإحرام فزع يديك منه، والآخر يقول ختمت في زاوية هذا المسجد 83 ختمة، ويقول ما رأيت ظهر رجل في الصلاة، ما فاتتني تكبيرة الإحرام في المسجد. عادي بن حاتم يقول ما نودي للصلاة وأنا في المسجد رضي الله عنه وأرضاه. إذا فقراءة سير السلف الصالح المجاهدة تبعث هذا النظر إلى النجاحات التي جاءت هذه بثمرة المجاهدة. أن يقرأ المرء على أولاده وعلى أبنائه سير بعض الصالحين بعض الفائزين حتى في الدنيا الناجحين، ثم إذا عجبتهم هذا النجاح يقول لهم كيف نجح، فإذا قال لهم كيف نجح سيذكر لهم أنه كيف عانى وكيف صبر وكيف انقى. حتى التاجر هذا الذي نراه اليوم وهو يملك الملايين كيف كان في أول أمره، يعني وقع في تحديات وصعوبات، ولا شك أن ثمة معونة من الله جل وعلا، لكن ثمة أسباب بنيت إذا مرت كتاب والسنة الصحبة الصالحة، لأن الصحبة البطالة تضر بالمرء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فالمرء إذا كانت له صحبة صالحة فإنها تعين على المجاهدة، فصحبة البطالين تعود البطالة. أنت ترى الرجل قد وخطه الشيب وفي آخر عمره ربما، وتراه يمضي الساعات في بعض اللعب واللهو بسبب الصداقة والصحبة. فليست الصداقة ضارة على الصبيان فقط بل حتى على الكبار. مما أختم به يعني في الأسباب المعينة على غرس هذه القيمة، أن يقوم المرء بالتفكر في آثارها وثمارها. أن تقوم بالله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. التفكر دعوة صحيحة، انظر وتفكر في عاقبة الأمور. انظر إلى أخوين شقيقين، أحدهما برز ونجح والآخر دونه، أحدهما صالح والآخر طالح. انظر إلى سيرتهما إلى حقيقتهما، تجد أنها في مجاهدة النفس. فالمعرفة في الآثار، النظر إلى الواقع الموجود، كل ذلك وكما ذكرتم أيضا دكتور يعني في بداية الحلقة الدعاء وأهميته في تحقيق لا شك الدعاء. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إن لم يكن عون من الله الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لعلنا نختم في آخر دقيقة دكتور، ثمرات المجاهدة. يعني أعظم ثمر المجاهدة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الثمرة الكبرى المجاهدة دخول الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله. فإذا استحضر المرء أن طريق الجنة هو المجاهدة هانت عليه، وإذا علم أن ترك المجاهدة سبب لأن يخطئ باب الجنة فإن الأمر يشق عليه أن يتركه وأن يجتنبه، نسأل الله من فضله. آمين آمين. بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الدكتور خالد بن عيد الجريسي رئيس قسم الشريعة بجامعة أم القرى، ونشكركم على حسن المتابعة. إلى لقاء قادم بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بأخلاقنا نرتقي والقيم
بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم. لعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.